يا فاطمة، الجماعة متصلين يبون هند، ما يبوا طاري سلمى. والله عاد ما يعرفون لا هند ولا سلمى، عادي. أبوي، هم متصلين يبون بنتنا الكبيرة. إي، وأنا سلمى بنت الكبيرة. بس سلمى بعدها ما تخرجت من الثانوية. إي ما عليه، ما راح تتخرج من الثانوية، خلها تتزوج أبرك. فاطمة، فاطمة الريال اللي متقدم عنده ماجستير ويقول أبوه بيكمل على الدكتوراه. وش حالاتها بنتي وتتزوج دكتور؟ ما شاء الله، تبيني أقول لا ولا تبيني أقول لا يعني؟ بالعكس. فهميني، هم سامعين ان بنيتنا ذكيه وشاطره، جايين على هالاساس، ما يصير ندبسهم في سلموها البقره، يعني باكر الريال يتخرج ويصير عنده دكتوراه وبنتنا ما عندها حتى ثانويه. اسمع عاد، رقم واحد ايان وياك تقول عن بنت بقره، رقم اثنين عندها ثانويه ما عندها ثانويه بتزوجها هي. فاطمه فاطمه خليني اشرح لك الموضوع. ما في تشرح لي، خلاص انا ما بذني ماي، ما راح يشوف غير سلمى، سلمى وبس. وبعدين تعال اقول لك، هند بنفسها قالت انا ما ابي اتزوج بكمل دراستي، انا ما عندي مانع خليها تكمل دراستها، لكن ما راح يشوف غير هند. اذا بذنك ماي نظفه كذي وحط الجمله هذه، بيشوف بس سلمى بنيتي، عندك اعتراض؟ ويه وش جو هند؟ هند؟ نعم خالتي. وي حبيبتي، صار لي ساعة أناديك، ليش ما تردين؟ خالتي أنت قلتي لي صبت الهدوم. وي يعطيك العافية ما قصرتي. ميمي نعم، نزل المطبخ تحت بسرعة، يلا نظفيه، صك الأوتي بسرعة. يا ربي يا ربي، ايش كثر باردين هالخدم بالبيت. إلا أقول هند حبيبتي، من بدت العطلة ما شاء الله عليك وأنت تكرفين كراف، يعني قلت تروحين المكتبة كذي تغيرين جو هناك في المكتبة وتاخذين كتب جديدة. اي كتب، ايش فيك كذي كتب؟ انت من زمان ما طلعتي، احبك انت تقرين وتكتبين وتثقفين، ادري فيك. اي خالتي، بس منو بسوي شغل البيت؟ وينسي شغل البيت؟ ايش دعوه شغل البيت على راسك كله، يعني حتى بنساعدك حبيبتي. روحي المكتبه هناك، قعدي فيها كم ساعه كذي وغيري جو، وش حالاتك تبلين هناك؟ انا موافقه. صدق خالتي؟ اي صدق. انا قلت يعني لازم اكافئك، تروحين المكتبه هناك، وش رايك تقعدين هناك كم ساعه؟ لا ليش كم ساعه؟ قعدي لين تصك لين يطردونك. والله مشكوره خالتي، ما تقصرين يعني، عادي اروح المكتبه اليوم. ايش دعوه، قدك بكافئك يا حلوج. يبوي خليني اكمل. شو عندك كاشخه؟ والله كنت معزومة عند رفيجاتي. وانت من متى عندك رفيجات؟ ليش شافتني خبلة يعني ما عندي رفيجات؟ ما يجوز. بالله انت من المغرب قاعدة بالمكتبة مجاب لها الكتب، ما تقولين منو فينا الخبلة؟ أنا. اي أكيد بعد. اليوم صدق منو؟ امي قالت لي لا تعلم هند. شاطر متعلم احد؟ خلود منو شارب كل هالعصير؟ الريال اللي مع امه. اي ريال فيهم؟ الريال اللي بيتزوج سلمو. خلود مو تقول حق احد، نفس ما امك وصتك. شاطر. واي يا محمد، ما شفت ام المارس شلون طالع سلمى، حتى الريال احسه وايد مرتاح حق بنيتي. لما طلعت سلمت علي تقول لي ابشر بالخير، معنى كلامها ان يبون سلمى مرتاحين لها. الله يا بنتي، ذيك الساعة اللي ازوجك فيها واكون مرتاحة ومطمنة عليك وناسة بيصير زوج بنتي دكتور. الله الله يا سلمى الله. تصدق ودي الحين يتصلون علي يقولون لي احنا موافقين على هالموضوع. يا ربي بني ادم كله مستعيل كله مستعيل، اللي بالموضوع يصير الحين بحزتها.
شن نفس. في ناس ما تقدر تصبر ودها يتحقق اللي ببالها بأقرب فرصة. السلام عليكم. السلام عليكم. يا رب يا رب يا كريم يا رب انهم يتصلون. يا رب لا تردني خايبة بدعوتي يا رب. يلا نكتنا ولنا مرادي تجبر بخاطري وخاطر هالبنية يا رب. يا الله يا كريم يا الله. شريتي الغسيل؟ ايه الحمد لله. ايه والحمد لله. شلون؟ توني اشوف السلة عند باب الحمام متروسة للحين. اعتقد السلة فيها هدوم سلمة. أنا مو مضطرة إني أغسلهم، أنا مضطرة إني أغسل هدومي وهدوم أبوي بكل سعادة. إيش تو؟ أنت بتنقين الغسيل نقوة؟ بتنحسين على شيء وتخلين شيء؟ حسبي الله عليك من بنية. قومي، قومي شريهم وروحي ساعد الخدامة بالمطبخ. يلا قومي. أنت هي مو وقت قراية. اليوم يمعوا وأبوك بيتغدى مبكر. قومي المطبخ، ساعد الخدامة بالغداء وشري الهدوم. يلا قومي. ما تسمعين الحكي؟ أنت مو أمس قايلت لي ان انا اروح المكتبه لان انا تعبانه من شغل البيت واروح اتونس شوي. ايش فيك علي اليوم؟ مينونه مو صاحيه كيفي، وامس غير واليوم غير. ايه اللي قولي انك امس طلعتيني من البيت عشان يصفالك الجو انت وبنتك. انت هي الخبله ايش تقصدين؟ انت تعرفين انا شنو قصدي، عشان الخطاب اللي امس يو حق بنتك. مصيبه صابتك واي اذونك مبطله تسمعين الحكي، ولا اكيد ابوك اللي قايل لك حسبي الله عليه من الريال. لا ابد ابوي ما ياب سيره، بس ولدك خلود الغبي هو اللي قال لي. مع اني مصيطه ما يتحكى. اوري الحين مو هذا موضوعنا. سلمى تحكت مع المعرس؟ عشتو عبال سلمى بنتي مثلك؟ لا حبيبتي، عيونها بالارض مستحي ويها قلب احمر مثل الطماط، خجوله اسم الله عليها. واي اش والحمد لله عشان المعرس لا يكتشف غبائها المتوارث. اي جليلة الحياة، اي جليلة الحياة يلي ما تستحين على وجهك. الحين اوريك اصعدك فوق اش على بالك. بس كنت دقوا دقوا دقوا. الو يا هلا يا هلا ومرحبا. اي اي لا انا ام سلمى. صيج؟ اي لا اكيد ببلغ ابوها. اي حاضر حاضر. اي حياك الله. مع السلامه مع السلامه. واي ما بغيت. اتصلوا يا ايما مبروك مبروك. وانتي حره بتزوج وانتي لا وانتي حره. وي يا الخبله يا الخبله تعالي نزل خلي حاشي يجري. اي اي عورتيني الله يخص ابليسك. سمعيني عاد تصيري راكده. الرجال يحب المرة السنعة الراكدة مو الخبلة. سمعي نصيحتي فهمتي؟ ان شاء الله يما. مبارك. يعني بتتزوجين نفتك منك؟ وي استح تسولف مع اختك كذي؟ لا انا عندي حقها هدية. صدق؟ ايه الضربة الصاروخية. وي وي يعلمك الضربة ان شاء الله. يعلمك الضربة اللي ما تسع على وجهك ان شاء الله. خالتي بنتك وايدتك انا وسنعه.